السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا يا شباب، محاضرتنا اليوم عن البوت لودر. رح نتعرف على البوت لودر، شو هو البوت لودر، شو هي أهميته ودوره في المايكرو كنترولر بشكل عام، سواء كان الـ STM32 أو أي مايكرو كنترولر آخر. فأول شيء رح نتعرف على شو هو البوت لودر بشكل عام. طبعا البوت لودر يا شباب هو بشكل عام عبارة عن اوبريتنج سيستم يستخدم ل نعمل ابجريد لاي فيرموير، يعني اي كيان ثابت او فيرموير، تطوير لاي سوفت وير في النظم المدمجة بدون ما يكون في ضرورة اني اوصل الديباجر. طبعا اذا ما كان في ضروره اني اوصل الديباجر فهذا ممكن نسميه ان ابلكيشن بروجرامينج، يعني عمليه البرمجه باستخدام البوت لودر اللي هو موجود ضمن السيستم، او بسموه اي اي بي. اذا هذا بسموه ايش؟ بسموه اي اي بي. لكن اذا نحن بدنا نستخدم الديباجر فبيكون عندنا نوع البرمجة In System Programming أو بيسموها ISP. طبعا البوت لودر يا شباب هو بيسمح في البداية بعملية التنفيذ والإقلاع، خلينا نسميها أول ما بيبدأ المايكرو كنترولر في العمل، وأيضا يسمح بالانتقال من إيمج إلى أخرى، وأيضا بيسمح بإجراء عمليات الأبديت، وأيضا الكتابة والقراءة من الذاكرة والانتقال من أي قطاع ذاكري إلى آخر. البوت لودر حتى يؤدي الوظائف المطلوبة منه لازم يكون في عندي الكوميونيكيشن بيريفيرالز اللي ممكن تكون USB أو UART أو أي بروتوكول اتصال آخر. فمثلا بالأوتوموتيف، يعني بالسيارات، أنا ممكن يكون عندي الوحدة الإلكترونية أو التي تقود عمل الكار بشكل عام، وممكن يكون عندي بروتوكولات اتصالات سواء كان عندي اللاين أو كان عندي الكان مثلا. فبيكون عندي كونكشنز مع وحدة السي بي يو الأساسية أو بيسموها الإي سي يو، الاي سي يو بالاوتوموتيف او بالسياره الكهربائيه. فانا من الصعب اني اعمل كونكشن للديباجر اذا بدي اعمل اي بروجرامينج، فبعمل ان ابلكيشن بروجرامينج او بستخدم طريقه الاي اي بي باستخدام البوت لودر الموجود في المايكرو كنترولر المدمج ضمن السيستم بشكل عام. وهذا اللي بيفيدني في موضوع انه يكون عندي برمجة صحيحة بدون انا ما اضطر اني اعمل كونكشن يكون فيه صعوبة او يكون فيه مشاكل ايضا في الهاردوير اثناء عملية البرمجة. طبعا ممكن واحد يا شباب يسأل انه شو هي فائدة البوت لودر، او ليش نحن بتلجأ الانظمة او الشركات الصانعة الى موضوع البوت لودر، ليش بيحطوا البوت لودر مع السيستم او بيساووا اوبريتنج سيستم اللي هو البوت لودر وبيكون المنتج يحتوي على البوت لودر. طبعا اول شيء في موضوع تطوير السوفت وير او في موضوع الابديت او الابجريد بيسموها، فانت حتى يعني تطور السوفت وير اللي عندك، او ممكن حتى الشركة الصانعة اللي انتجت مثلا موبايل او انتجت مثلا كاميرا او انتجت ذكيه او انتجت ساعه ذكيه مثلا او انتجت سياره كهربائيه، ممكن صار في عندها تحديث في السوفت وير. اذا ممكن يكون صار عندها تحديث في السوفت وير وصار في ضروره اني انا اعمل انهانسمنت. الانهانسمنت يعني عمليه ايش؟ اغناء للسوفت وير. فانت بدل ما انه يتم استبدال المنتج او العودة للمنتج بالاصل او اعادته للشركة، فالشركة بتسمح للبوت لودر اللي عندك انه يعمل هالتحديثات بناء على طبعا السورس اللي بتوفره الشركة على الانترنت،
فبإمكانك أنه تحصل على التحديثات دائما بوجود البود لودر اللي الموجود ضمن المنتج اللي عندك، ضمن المايكرو كنترولر أو الامبيدد سيستم اللي عندك. إذا هذا أول فائدة بالنسبة للبود لودر، أنه بيسمح بتطوير النظام السوفت وير بشكل عام والحصول على أو تنزيل التحديثات على النظام الأصلي بدون الحاجة لأني أنا أعيد المنتج إلى الشركة الصانعة. الأمر الثاني يا شباب هو موضوع أن وجود البود لودر هو يعتبر وسيلة أرخص بدون ما أستخدم هاردويرات محددة، يعني مثل مثلا ممكن إذا ما كان عندي بود لودر أنا مضطر أني أستخدم مبرمجة مثلا جي تاج أو سيريال واير درايفر او ديفايس، وبالتالي وجود البود لودر اكيد بيوفر علي المشاكل اللي ممكن انا تصير معي نتيجة الحاجة الى برمجيات معينة، وحكينا هالكلام من شوي في التوصيلات الكهربائية اللي ممكن تصير ضمن السيارة الكهربائية في بروتوكولات الكان او اللاين. ايضا بيفيدني البود لودر باني افحص وبشكل مبكر تكامل النظام بشكل عام وأداؤه بشكل بيكون فيه توافق في أداء النظام المدمج بشكل عام. إذا البوت لودر بيساعدني في هذا الأمر لأنه عنده قدرة مثل ما قلنا أنه يعمل تشيك ويعمل كتابي ويعمل إيراز بالنسبة للذاكرة، ويستطيع أنه يعمل بروجرامينج أو أبجريد لكل سوفت وير ممكن يكون موجود. فهذا يعني بصراحة بيعطي قوة في السيستم وبيعطينا تصور انه هذا السيستم شغال بشكل جيد ولا لا. ايضا من فوائد البود لودر او ليش نحن بنستخدم البود لودر انه بتستطيع التحكم بعدد من الصور للسيستم او الايميج، وبينقلك من ايميج الى اخرى. يعني على سبيل المثال انت عندك الحاسب، عندك الاوبريتنج سيستم الاساسي اللي موجود عندك، وممكن انت تحفظ صورة من السيستم وتعمل تحديث للسيستم من اول وجديد، ففي عندك صورة سابقة. البود لودر يسمح لك بالانتقال من ايميج الى اخرى، او اذا كان عندك مودز ماستر سليف كهاردوير فبيسمح لك انه تنتقل من الماستر للسليف او العكس. فاذا نلاحظ انه في مرونة كبيرة في السيستم لما بيكون في عندك البوت لودر موجود، وهذا هو طبعا اللي بتعتمده الشركات في الأنظمة المدمجة بشكل عام. طبعا بالنسبة لل STM32 يا شباب، البوت لودر بالنسبة لل STM32 البوت لودر مخزن في الذاكرة الداخلية للنظام أو بالسيستم ميموري. طبعا العنوان بيبدأ بالصفر F وبينتهى بالسبعة FF من ال STM device. بيدعم طبعا جميع الدارات التلاؤمية للاتصال سواء كانت الـ USART أو الـ CAN أو الـ USB أو I2C SPI etc. يعني البود لودر بيسمح لك إنه تستخدم كل الانترفيس الخاص بالكوميونيكيشنز، أو بيسمح لك أحيانا إنه تنتقل من بروتوكول إلى آخر. كل بروتوكول من هذه البروتوكولات طبعا في له ديفاين خاص، يعني معرف بشكل خاص مع أمر توافق أو مع تعليمة التوافق أو مجموعة التعليمات اللي بتعمل توافق وتتابع من بروتوكول إلى آخر. وطالما السيستم ميموري موجودة والبود لودر فيه مخزن أو يحجز جزء من الذاكرة، فإذا لابد أنه بعد شوي نرجع نستعرض بشكل سريع المابينج لذاكرة الـ STM32 يلي تعرفنا عليها سابقا. طيب هلا إذا جينا سألنا ما هي المتطلبات الأساسية اللي لازم يحققها البوت لودر للسيستم، تمام؟ يعني إذا جينا حدا سألنا طيب السيستم يلي فيه بوت لودر
شو هي أهم المتطلبات يلي نحن لازم نحصل عليها بوجود البود لودر، أو ما هي أهم المتطلبات التي تستلزم للنظام تحقيقها من البود لودر؟ طبعا في عنا عدة متطلبات لازم البود لودر يأمل لنا إياها. أول أمر لازم يكون في عنده إمكانية إنه ينتقل وبشكل سريع من نظام التشغيل أو نظام العمل أو نظام البود لودر أو مساحة أو حيز البود لودر للأبليكيشن. إذا لازم هالأوبريتنج سيستم يكون عنده القدرة على الانتقال من حيز البود لودر للأبليكيشن أو العكس، يعني إما يكون بالأبليكيشن ويرجع للبود لودر أو من البود لودر للأبليكيشن. الأمر الثاني لازم يحقق متطلبات الاتصال يلي حكينا عنها قبل شوي، سواء كان عندي يو اس بي أو كان عندي كان أو اي سكوير سي أو أي بروتوكول اتصال مدعوم ضمن أو امبيدد ضمن السيستم. أيضا قدرته على إجراء عمليات متطلبات التخزين أو الريكورد، التسجيل يعني، يعني تخزين ملفات الهكسا مثلا او بامتداد هكسا او الانتل او تي او اي اف او اس ريكورد. طبعا هي عبارة عن امتدادات ملفات اللي يمكن تخزينها من السيستم بشكل عام. ايضا متطلبات ذاكرة الفلاش سواء كان القراءة او الكتابة او المحي بالنسبة للذاكرة، لانه انا لما بدي اكتب على ذاكرة لازم اول شيء امحي محتواها وبعدين اكتب. ايضا متطلبات الاي ابروم سواء كان تقسيم الذاكرة، يعني متطلبات الاي ابروم هي نفسها متطلبات الفلاش، لكن هون الاي ابروم ممكن انا استخدم البارتيشن اللي هو اجراء تقسيم ذاكري. وايضا لازم يأمن لي البود لودر متطلبات الامان او بيسموها الابليكيشن سيفتي. الابليكيشن سيفتي حكينا عنها سابقا اللي هو موضوع تشيك سام، يعني اختبار الجمع بالنسبة للبيانات المرسلة او المستقبلة، اختبار السي ار سي اللي هو سايكليك ريدندنسي تشيك، وايضا التأكد من انه التطبيق او الابليكيشن بشكل عام ما فيه يعني فشل، وبالتالي الإرسال أو الاستقبال هو آمن. أيضا في عندي كود سيكيوريتي، لازم يكون في عندي ناحية الأمان، مو ناحية الأمان بمعنى نقل البيانات، إنما ناحية الخصوصية. سيكيوريتي ناحية الخصوصية هو إنه يكون في حماية للبود لودر والأبليكيشن، يعني لازم يكون في عندي تأكيد على إنه في عندي كود خاص، اني انا ما احسن استطيع الدخول الى البود لودر الا يكون في عندي وثوقية في العمل او من طريقة استخدام المستخدم. طبعا في عندي يعني اذا بدي اكتب مثلا كود معين بالاس تي ام 32، فانا في عندي اهم التعليمات اللي ممكن تلزمني، مثلا تعليمة جيت او جيت فيرجن او جيت اي دي. طبعا الاي دي هو من اجل التعريف يعني او الديفينيشن، او الريد ميموري او تعليمة الرايت بروتكت، يعني الريد والرايت والاراز، يعني هي اهم التعليمات مع العناوين اللي لازم انا استخدمها. طبعا ما هو مطلوب حفظ هذه التعليمات، لكن لازم نطلع عليها مشان اذا اضطرينا انه شفنا انه في عندنا كود معين عم يستخدم البود لودر لازم اعرف اهم البود لودر كوماند سيت، وتكون مألوفة بالنسبة إلي من اجل استثمارها في اي تطبيق برمجي سوفت وير. طبعا بنستعرض بشكل سريع الارم كورتكس ام 4 ميموري ماب، وهي تعرفنا عليها سابقا، لانه راح يلزمني اني اتذكر موضوع المابينج كون انه الموضوع له علاقة بموضوع البوت لودر. فشفنا سابقا انه بالنسبة للمابينج يبدأ بمنطقة الكود اللي هي بتاخد 512 مثل ما نكون شايفين او نص جيجا، منطقة الكود. بعدين عندي منطقة الاسرام اللي هي بتحتل ايضا نفس المساحة وبتضم موضوع البيت باند او البيت الياس، هلا رح نتعرف على البيت الياس بعد شوي.
في عندي منطقة البريفيرالز اللي هي بتضم المحيطيات الموجودة في المايكرو كنترولر، سواء كان بروتوكولات اتصال أو كان عندي أي بريفيرال موجودة في المايكرو. في عندي منطقة الرام، وهي ممكن إذا كان عندي ذاكرة خارجية ممكن أنا أعمل مابينج بهاي المنطقة، أو منطقة الديفايسز، أو في عندي منطقة أيضا مهمة اللي هي برايفت بريفيرال باس انترنال أو اكسترنال. طبعا هي بتضم مجموعة من الوحدات المهمة جدا تعرفنا عليها سابقا، مثلا مثل وحدة الاي تي ام أو وحدة دي دبليو تي، هدول والوحدات الأساسية للديبجر إذا بتتذكروا. وفي عندي وحدة السيستم كنترول سبيس، هي مهمة جدا أيضا، بتضم مجموعة من اليونيتس مثلا مثل السيستم كنترول بلوك، أو مثل مثلا الفلوتينج بوينت يونيت، أو الام بي يو، أو الان في اي سي اللي هي وحدة التحكم بشعاع المقاطعات، أو السيستم تيك تايمر تعرفنا عليه وكيف إنه ممكن أنا أستخدمه، وأيضا مجموعة من المسجلات التحكم المخفية أو اللي أنا فيني أدخل عليها وغير إذا كان عندي privileged أو unprivileged. أيضا في عندي الديباجر كنترول، يحتل أيضا حيز بهالعنوان اللي شايفينه أمامكم. أما البرايفت بريفيرال باس اللي هو الاكسترنال، فبيضم الروم تيبل والاي تي ام والتي بي يو. طبعا هدول مجموعهم مع بعض هو في الواقع بيكون للوحدات الأساسية للديباجر اللي تعرفنا عليها خلال المحاضرات السابقة. طبعا يا شباب، كل جزء من أجزاء الذاكرة اللي شرحناها الآن في إلها عدد من الصفات، يعني ممكن يكون إلها الصفات جميعا أو بعض الصفات اللي راح نحكي عنها إنه صفات ذاكرة الدخول. طبعا أول شيء، أول صفة لازم تكون موجودة هي البفرابل. البفرابل معناتها إنه هي تختص بعملية الكتابة، إنه أنا لما المعالج بده يجي يكتب ما بيكتب بالذاكرة بشكل مباشر، لأنه الذاكرة تتسم بالبطء والمعالج سريع جدا. فالمعالج وين بيكتب يا شباب؟ بيكتب ببفر. إذا المعالج بيكتب ببفر، ومباشرة المعالج ينتقل إلى تنفيذ تعليمي ثاني. إذا كتب المعالج في البفر، وبعدين من البفر تنتقل التعليمات إلى الذاكرة. إذا الكتابة بتتم خلال أو على البفر، هذا هو البفر، وبعدين تنتقل إلى إيش؟ إلى الميموري. إذا هاي عملية إيش؟ الرايت، بسبب إنه الميموري بطيئة قياسا على المعالج. أما الكاشبل فهي تتمثل أو تختص بعملية القراءة. فإذا بده يقرأ المعالج أيضا من الذاكرة راح يكون العمل بطيء جدا، لذلك هو راح يقرأ من الكاش. إذا القراءة بتتم من الكاش، وإذا بده يجي يقرأ وما كانت التعليمات القراءة جاهزة في الكاش، فراح يصير عندي ما يسمى الكاش ميس. يعني كاش ميس معناتها في عندي فقد بالقراءة من الكاش، وبالتالي راح يروح المعالج للذاكرة ويقرأ البيانات المطلوبة، وهون راح يكون صار عندي حالة بطء في هذه الحالة. إذا البفرابل خاصة بعملية الكتابة اللي بتتم على بفر، والكشب الخاصة بعملية القراءة. الصفة الثالثة اللي ممكن تكون أحد الأجزاء السابقة تتصف بها اللي هي executable، يعني قابلية التنفيذ. معناتها ممكن أحد الأجزاء الذاكرية يكون فيه جزء من الذاكرة، وهذا الجزء فيه كود يقوم المعالج بتنفيذ هذا الكود أو بهذه المنطقة من الذاكرة. الخاصية الرابعة اللي هي الشيرابل، اللي هي إمكانية المشاركة. فهون الداتا يمكن مشاركتها بعدد من الباس ماسترز، مثلا مثل الاسرام او الدي ام اي، ممكن يتشاركوا جزء معين من الذاكرة لجلب بيانات معينة. فهي بتكون الذاكرة لها خاصية ايش؟ خاصية الشيرابل. اذا الصفات الاربعة هي البفرابل، الكاشابل، الاكسكيوتابل، الشيرابل. ممكن أي جزء من الذاكرة
يختص بأحد من هذه الصفات أو صفتين أو ثلاثة أو الصفات جميعا، اللي هي القراءة والكتابة والتنفيذ والمشاركة. على سبيل المثال يا شباب، إذا عندي أخذت بعض الريجنز من الذاكرة، مثلا منطقة الكود، منطقة الإس رام أو الرام، منطقة البيريفيرال أو السيستم بي بي بي، طبعا هدول اللي تعرفت عليهم من شوي مثل ما نكون شايفين، هدول هني يعني برايفت بيريفيرال باس، وأخذت منطقة الكود وأخذت الإس رام والبيريفيرال. تعالوا نشوف الصفات اللي بيتميزوا فيها. طبعا بالنسبة لمنطقة الكود، أول شيء نيفر اكسكيوت، طبعا هي منفية، معناتها أنا فيني نفذ، هي منطقة تنفيذ الاكسكيوشن، لكن البريفرابل أنا ما فيني أكتب على البفر في هذه المنطقة، ما فيني أكتب على البفر، لا بدي أكتب على الذاكرة بشكل مباشر، لكن في عندها إمكانية القراءة من الكاش، إذا أنا فيني أقرأ في هذه المنطقة من الكاش. بالنسبة للإسران أيضا هي منطقة تنفيذ، لكن فيني أنا أكتب على البفر وفيني أقرأ من الكاش. بالنسبة للبريفيرال، هي ما هي منطقة تنفيذ البريفيرال طبعا، فلذلك هي نيفر اكسكيوت، يعني واحد، معناتها ما فيها تنفيذ، ولكن فيني أكتب على البفر، أما القراءة راح تكون من الذاكرة بشكل مباشر. بالنسبة للسيستم بي بي بي، طبعا هي أيضا ليست منطقة تنفيذ، الكتابة راح تكون على الذاكرة بشكل مباشر والقراءة راح تكون من الذاكرة بشكل مباشر، يعني ما فيني أكتب على البفر ولا فيني أقرأ من الكاش. طبعا يا شباب، بالنسبة للميموري ريمابينج، الميموري ريمابينج هو باختصار هو تغيير عناوين منطقة معينة من مناطق تقسيم الذاكرة. على سبيل المثال منطقة الكود، أنا إذا بدي أغير العناوين اللي فيها، فممكن أنا أضيف قسم الجزء الخاص بالكود اللي هي أسفل منطقة بالماب بالميموري. ممكن أنا بدي أضيف مثلا بوت لودر، او بدي اضيف مثلا اكسترنال روم او اي شيء، فاذا انا بدي اخلي المعالج يعطيني العناوين الجديده اللي انا بدي يبدا فيها، لانه باي ديفولت المعالج بيبدا من العنوان صفر. فاذا انا بدي اغير العنوانه بحيث اني اضيف بوت لودر، بتجي العناوين الجديده الى الادرس ديكودر. الادرس ديكودر طبعا يوجه العناوين حسب تعليمات المعالج، ممكن على الروم او على البوت لودر اللي انا شكلته، او الرام او البريفيرال بريدج. طبعا بالنسبه للكونفيجريشن للعنوان الجديد، بيتم بالسيستم كنترول يونيت، هي اللي بتعمل ميموري مابينج كونفيجريشن، بحيث انه انا احصل على العناوين عند تقسيم اي جزء من الذاكره واضافه جزء جديد. طبعا هون بيغير اللوكيشن باستخدام هذا الادرس، وبيتم ذلك عن طريق ايضا ممكن يتم عن طريق الهاردوير ايضا، كونه في عندي البوت بينز اللي هن موجودين على لوحه الديسكفري. طبعا بناء عليه بده يتم تشكيل منطقه البوت لودر، مثل ما نكون شايفين منطقه البوت لودر اللي هي بمنطقه الكود ريجن. هون في البداية بده ياخذ هو العنوان 0، لكن سيتم توجيه المعالج لمنطقة البود لودر يلي هي بتكون محددة بناء على العنوان اللي نحن بدنا اياه. وبعد ان ينتهي من حالة البود لودر او بده يطلع من البود لودر، بيعود الى العنوان الاساسي اللي راح يبدأ عليه، اللي هو بمنطقة الفلاش اللي هي بالكود ريجن. طبعا يا شباب، بالنسبة للبوت لودر سيستم كومبوننتس، المخطط الصندوقي اللي بيوضح آلية العمل والانتقال ما بين قسم الابليكيشن وقسم البوت لودر. في البداية أنا بعمل ريسيت، ثم أنتقل إلى مرحلة اسمها ما قبل البوت لودر، اللي هي مرحلة البرانش. مرحلة البرانش هي مرحلة ما قبل البوت لودر. طبعا لازم يكون في عندي إمكانية في هذه المرحلة إني أختار إنه أنا بدي أنتقل على منطقة البوت لودر، ولا بدي انتقل على منطقة الريجن الخاص بالابليكيشن. طبعا حتى بالابليكيشن ممكن انا يكون عندي
أيضا إمكانية الانتقال على البوت لودر. هلا إذا كان عندي هذا الأمر فلازم أنا أعمل سوفت ريسيت بالبداية، لازم أعمل ريسيت، وبعدين أنا لازم أرجع مرة تانية كرر نفس الحلقة اللي بتبدأ من هون. طبعا بس انتقل من مرحلة ما قبل البوت لودر اللي هي البرانش لمرحلة البوت لودر، راح يعمل initialize وبيبدأ باستقبال الأوامر وبيبدأ بعملية التنفيذ، تنفيذ هذه الأوامر. بعدين بيطلب إما يرجع يطلع من الحلقة بشكل كامل أو يعيد العمل من أول وجديد، وهون راح يطلب إنه بده أبليكيشن ولا لا بده يطلع. فلازم بالحالتين إذا كان بده يطلع من البوت لودر لازم يعمل ريسيت، يعني لما بدك تطلع من البوت لودر بدك تعمل ريسيت، ولما بدك تطلع من الأبليكيشن لازم تعمل ريسيت. إذا مثل ما قلنا البرانشينج كود، هون بيتخذ قرار إنه هل بده ينتقل إلى البوت لودر ولا بده ينتقل للأبليكيشن. هذا الأمر ممكن يتم عن طريق مثلا جي بي أي أو أو رام أو أي ذاكرة فلاش، ممكن إنه يتم تضمينها من أجل البوت لودر. أما منطقة الأبليكيشن طبعا لازم يكون فيها إمكانية إني أنا أنتقل أو أضم أوامر تسمح لي بالانتقال للبوت لودر أو العودة إلى البرانشينج بعد أنا ما أكون ساويت هالأمر هذا. طبعا هون السيستم لازم يكون في عندي واتش دوج. واتش دوج طبعا الواتش دوج راح نتعرف عليه لا في المحاضرة القادمة، اللي هو في حال انه كان في مشكلة في موضوع الريسيت فانا ممكن استخدم الواتش دوج اللي بيرست لي النظام بشكل كامل. طبعا هون لازم يكون في عندي عملية فحص بالنسبة لموضوع الامان والتحقق، فهذا الامر بيتم باستخدام ممكن باستخدام تشيك سم او السي ار سي. هذا مهم جدا مش من اجل يكون عندي امان وضمان للعمل وما يكون في عندي كوربشن في اي ايمج ممكن انه تكون موجودة، فبستخدم تشيك سم او بستخدم السي ار سي. بالنسبة للبوت لودر كود مثل ما حكينا لازم يكون في عندي إمكانية إني نفذ الأوامر في منطقة البوت لودر بعد ما يصير عندي initialize. طبعا هون لازم يكون جميع الفانكشنز موجودة ومؤمنة، فأنا بأمن بالبداية المجموعات البريفيرالز المطلوبة من أجل البوت لودر، مثلا مثل الكلوك، مثل الكوميونيكيشن بريفيرالز، وأيضا جميع الكوميونيكيت العالم الخارجي ايضا اللي فيها بتستقبل التعليمات او تاخذ من البود لودر. طبعا بالنسبة للبود لودر ممكن يكون او بيسموه البود لودر بيهيفير. البود لودر اما بيكون اوتوميتد، له نوعين. اذا البود لودر يا شباب له نوعين، النوع الاول بيسموه automated والنوع الثاني بيسموه instructed behavior bootloader. بالنسبة للنوع الأول عم بيقول لك automatically detect، يعني يكتشف بشكل مباشر the new firmware، يعني أي firmware أو أي تحديث جديد فبيستخدم أو بيكتشفه بشكل مباشر وليس هناك حاجة لأي تجهيزات اتصال أو communication required، يعني ما في حاجة لأي تجهيزات اتصال. النوع الثاني الـ instructed behavior bootloader طبعا هذا لازم أول شيء يدخل النظام بحالة الـ idle وينتظر تعليمات من الحاسب أو من المعالج، وهنا لازم يكون في عندي تجهيزات اتصال مؤمنة. إذا في عندك نوعين للبود لودر، إما الأوتوميتد يعني الأوتوماتيكي أو الإنستركتد. الإنستركتد يعني المهيأ أو المشكل أو المكون. ما هي مشاكل البود لودر؟ هاي مهمة هاي الفقرة أيضا، ما هي مشاكل البود لودر؟ ممكن يكون عندي مشاكل في الطاقة أثناء عملية الأبجريد،
ممكن يكون عندي فيرموير يتوقف أثناء العمل، وبالتالي أنا فيني يعني أدخل بمشكلة أيضا. ممكن يكون عندي أيضا كوربشن في الفلاش، ممكن يكون عندي خطأ في الاتصالات أيضا. ما هي الحلول؟ طبعا الحلول هو بحفظ أنا الفيرموير السابق، ما بحذفه. إذا بحفظ الفيرموير السابق الموجود عندي قبل ما نزل الفيرموير الجديد. الأمر الثاني، بدي أتأكد أن البوت لودر عنده إمكانية أنه ينتقل من حالة إلى أخرى في حالة الفشل. يعني مثلا في حالة الفشل أنا بطلع من البوت لودر. الأمر الثالث، لازم أفحص السي آر سي وتشيك سم، أتأكد أنه هدول مفعلين مشان ما يكون في عندي أي خطأ أثناء عملية الإرسال أو الاستقبال. طبعا بالنسبة للرام، إذا كانت كبيرة نوعا ما فلازم أنا في البداية انتبه أنه عم يقول لك بفر ذا إيماج فيرست ذا رام بيفور فلاشينج. يعني أنا في البداية بمسح مثلا من الذاكرة الحيز اللي أنا بدي أستخدمه قبل ما أقوم بعملية الفلاشينج من أول وجديد. طبعا هاي بالنسبة للميموري بارتيشنينج، هاي فينا نعتبرها للاطلاع، انه هي فقط عبارة عن تعليمات فنية كيف انا ممكن عمليا بدي اعمل بارتيشنينج او تقسيم للذاكرة. فلازم انا يكون عندي التزام في العنوان مثلا، لازم حدد البلوك اللي انا ممكن امسح منه، بعدين لازم يكون في عندي ابلكيشن اريا لازم تكون متوفرة بالنسبة للبوت لودر، يعني لازم البوت لودر يعرفها. بالنسبة للابلكيشن لازم ما يعرف منطقة، شوف الابلكيشن ما هو اختصاصه يعرف البوت لودر وين موجود، ما يدخل عليه بشكل مباشر، انما المعالج هو اللي بده يقوم بهالامر خشية انه يأثر على البوت لودر. طبعا هاي يا شباب يعني محاضرتنا لليوم تعريف بالبوت لودر وأهميته ووظائفه. فأنا بتمنى أنه أنتم تحاولوا من الإنترنت تدخلوا أكثر على الموضوع، تاخذوا فكرة أكثر على البوت لودر وأهميته في المعالجات وفي أنظمة الأنظمة المدمجة بشكل عام. وشكرا لإصغائكم.